وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. زي ما قال الشاعر السوداني المعروف، قال يحضر مريد، وده الشيخ، وده من الكذب واللعب على هذه الأمة. قال الشيخ يحضر مريد في النزع والكبر، للحجة يلقن بأحسن التعبير، وله يؤانس في الوحدة والشبار، في جنان الخلد شاهد مولاه الكبير. كذب على الله. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال العلماء هذه عاقبة المشرك بالله سبحانه وتعالى. تقول لي ألبس زي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ما تخليك متخلف يا أخي، ما تخليك زر رجعي. دي النوعية يوم القيامة اللي بتسأل يقول ها ها لا أدري، لأنه زمان في الدنيا معديها من فنان لفنان، من كورة لكورة، من نادي لنادي، ها، ومن الرؤساء والقادة والزعماء. أين رسول الله؟ الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا نواصل الكلام في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، الذي يحكي فيه قصة جنازة كانت في بقيع الغرقد، والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم فيها. ووقفنا عند قوله: وأما الرجل الكافر أو الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، أتته ملائكة قال سود الوجوه، معهم المسوح، يعني به المسوح من النار، قال فيجلسون عند رأسه، ثم يجيء ملك الموت فيقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط. قال: فتتفرق في جسده. لأن الإنسان عباد الله، الفاجر والعياذ بالله، أو الكافر، إذا كان عند الموت بشر بالعذاب وبسوء الخاتمة وبسوء المنقلب، فتأبى الروح الخروج. قال: فتتفرق في جسده، فينتزعها، يعني ملك الموت ينتزعها
قال كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هو نوع من أنواع الشوك يعلق بأصواف البهائم، يصعب انتزاعه خاصة إذا ابتل الصوف بالماء. قال فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. قال فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، يعني بذلك الملائكة الذين هم جلوس، قال لم يدعوها في يده طرفة عين فيأخذوها فيضعوها في ذلك المسوح من النار، ثم ينطلقون بها إلى السماء. قال فتخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض. قال فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا لمن هذه الروح الخبيثة، فيقولون لفلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. وهذا فيه فائدة عباد الله، أن للإنسان أسماء حسنة لكثير من الناس، ولهم كذلك أسماء سيئة، وينادى العبد بالاسم السيء توبيخا له وتأديبا وتقريعا له. فهنا قال فيقولون هذه لفلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. قال ثم يعرجون بها إلى السماء فيستفتحون باب السماء فلا يفتح لهم. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي الظالمين. ذل ما تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل الحيوان المعروف في سم الخياط بخرم الإبرة، لو الجمل بخش بخرم الإبرة ذل بيدخلوا الجنة وذل بتفتح لهم أبواب السماء. قال فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في السجين ثم أعيدوه إلى الأرض السفلى. قال فتطرح روحه طرحا إلى الأرض، تطرح من السماء. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال العلماء هذه عاقبة المشرك بالله سبحانه وتعالى، زي الزول جدعوه من السماء من فوق، رموه من السماء وهو ينزل إلى الأرض لا يدري أين يذهب. قال فتخطفه الطير، ربما تتخطف الطير تقطع في الهواء أو تهوي به الريح تشيل الريح إلى مكان سحيق. لا يا أخوانا، لأنه جعل لله ندا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تتوكل على زول، تستعين بزول، ترجو من زول خير، داير من زول يدفع عنك الضر، ولا تركب حجاب ولا تميمة ولا تعتقد في مكشاشة ولا غيره من العقائد التي انتشرت في مجتمعاتنا الشركية الباطلة. هذا خسر الدنيا والآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى يدعو من دون الله ما لا ينفعه وما لا يضره ذلك هو الضلال البعيد.
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. قال فتعاد روحه إلى جسده، لما يرجع للروح إلى الجسد قال فيأتيه ملكان. لاحظ ذا العبد الفاجر، والخطبة الفاتت تكلمنا عن العبد المؤمن، عن العبد المؤمن. قال فيأتيه ملكان فيجلسانه، يجلسانه، وهذا فيه دليل إلى ما ذهب إليه أهل السنة أن العذاب في القبر على الروح والجسد معا، لا كما يقول المتفلسفة من المفكرين، واحد يدرس في الصربون ولا يدرس في وين، ويأتوا ليلخبطوا علينا ديننا يقول ما في عذاب، لأنه لو فتحت القبر ما بتلقى زول بيعذبوا فيه. سبحان الله، هذا عذاب برزخي، حياة أخروية لا ترى بالعين المجردة لو كانوا يعلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فيجلسانه، ونحن عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق وأعلم وأبر وأفصح من كل المفكرين المنظرين ولا مقارنة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيجلسانه، قال فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. قال العلماء كأنه يتذكر، كأنه بيتذكر. ها ستة، لما يسألوك سؤال تكون بتتذكر في الإجابة تقول لأنه الإجابة عندك ما راسخة، ما محققة، ما متيقن منها. وفي رواية يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ما عن قناعة، لأنه في الدنيا ما عنده صلة بالله، عشان كده في القبر يسألوه من ربك يقول ها ها لا أدري. قال فيقولان له من نبيك أو ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له وما شأن الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري، لأنه ما درى في الدنيا وما احتك بسنة رسول الله ولا ارتوى منها ولا اتبع رسول الله. أين السنة في البيوت؟ أين السنة في المجتمعات؟ أين السنة في الطرقات؟ أين السنة في البيع والشراء؟ رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اغتضى، وين السنة؟ زول تلقى ما عنده علاقة مع السنة ولا مع النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده ذا يوم القيامة في القبر يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته لا أدري. لأنه الليلة لو في لبسة معينة، زي معين بتاع واحد لعب كورة ولا فنان، وفي لبسة تانية معروفة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، تلقى الواحد لابس لبسة الفنان ولا لعب الكورة، ولما تقول لي ألبس زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما تخليك متخلف يا أخ، ما تخليك زر رجعي. دي النوعية يوم القيامة اللي بتسأل يقول ها ها لا أدري، لأنه زمان في الدنيا معديها من فنان لفنان، من كورة لكورة، من نادي لنادي، ومن الرؤساء والقادة والزعماء. أين رسول الله في حياتك أنت؟ وين النبي عليه الصلاة والسلام؟ تتأدب بأدبه، تتخلق بأخلاقه، تتعلم من سنته عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول ها ها لا أدري. فعند ذلك قال فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي. ودي المصيبة،
الكارثة، كذب عبدي. فأفرشوا له من النار وألبسوه منها، ويفتح له باب إلى النار. ونسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيأتيه رجل قبيح الثياب، قبيح الوجه، منتن الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسوءك. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالسوء. قال: أنا عملك الطالح. ده عمله. فإذا عملك هو أنيسك، وهو جليسك، وهو رفيقك. غدا بإذن الله عز وجل فاحسن العمل. ليس للمرء دارا بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. ما في ذل بجالسك، ما في ذل بآنسك، إنما الجليس العمل. ولا تغتر بما يروجه القبوريون. قال بيقولوا شيخنا بيقعد معانا وبلجنا الحجة عند الموت وبثبتنا ويدينا الشهادة، وبيقعد في القبر جوا بجالسنا وبيتونس معانا، زي ما قال الشاعر السوداني المعروف، قال: يحضر مريد. وده الشيخ، وده من الكذب واللعب على هذه الأمة. قال الشيخ: يحضر مريد في النزع والكبر، للحجة يلقن بأحسن التعبير، وله يؤانس في الوحدة والشبار، في جنان الخلد شاهد مولاه الكبير. كذب على الله، كذب على الإسلام. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن عباد الله، أحسنوا العمل، أحسنوا العمل، فإن عملك هو جليسك يوم القيامة في القبر، يجلس معك عملك. يقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالسوء. قال: أنا عملك الطالح. كنت بعيدا عن الطاعات، قريبا من المعاصي. فيقول العبد: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. فعباد الله، يجب علينا أن نكون على استعداد لذلك اليوم. فما من عبد إلا وهو يلقى ربه تبارك وتعالى يوما من الأيام، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حقيق قدام الله، حتحمل على أعناق الرجال، حتدفن في القبور، أو ستكون يوما من الأيام في دار البرزخ. من لك في ذلك اليوم؟ من معك؟ من أنيسك؟ اعملوا صالحا عباد الله، أعدوا لذلك اليوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، الموت، أكثروا من ذكر هادم اللذات، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويستقبلنا في أيامنا القادمة الشهر المبارك، وهو من أفضل أيام
القربات، فعلى العبد المسلم أن يعد العدة إلى ذلك اليوم وأن يغتنم هذا الشهر الكريم المبارك، وسيكون كلامنا عنه في الخطبة القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا علما نافعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم لا تفرغ جمعنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور. اللهم خرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.